ورا بعض واقفين بالألوف، عاملين صفوف متشبكين ومفرطين زي الحروف. فينا كل واحد خد له دور، وفي الطابور عاقل ورا طايش وجنبه فيلسوف. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. أيامنا دور شطرنج عمال يتلعب، ولا مننا بنغلب ولا احنا بنتغلب. مكسب خسارة نتيجة عمالة تتقلب، مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. طبيعي سنة الحياة، ألف اتجاه وجهات نظر دغري ومشيها على عمى. واحد رجع والتاني تاه، ويا اللي تاه شوف مين تفرقه ومين ناوي تكمل معاه. مشهد مكرر بينا والظاهر قدم، صح وغلط باطل بحقي بيتصدم. مين يتحذر كل ما كان مين يتردم؟ ضمير صحي وضمير موافق يتعدم. سيناريو كان مفتوح واللعب على المكشوف. اللعبة واضحة باختصار بين الكبار وبين الصغار، أو يغير في المسار. مش عيب تخاف من الموت، العيب تموت من الخوف. تخص أصحابها، واحنا عموما هنبدأ من الحب جانب كلنا يعني، ويطلع لنا من قرشين حلوين. لا مؤاخذة فتحي، اوعى تكون فهمتني غلط، انا مش قصدي اكلمك في حسابات ولا الكلام ده، يعني انت عارف ان انا اخدمك من غير اي حاجة يعني. الاهم بقى ان احنا يبقى معانا تقرير طبي يثبت ان حالة عامر حرجة جدا عشان الموضوع يسمع صح. اخس تكون مخلي بيك يا سراج، ويا ترى بقى انت عارف ليه خلي بيك؟ هو انا عارف اوصل له عشان اعرف ليه خلي بيا؟ الا صحيح،
انت معاك العموله بتاعت العمليه اللي فاتت دي ولا لا؟ بقول لك يا فتحي، انا عفاريت الدنيا بتتنطط في وشي. قول لي انت عايز ايه من الاخر؟ اسمعني كويس يا سيد وطرطق ودانك لله. وقولك الدنيا مش هتتكحرط بينا اكتر من الكحرطه اللي احنا فيها، ولا عاجبك قعدتنا كده زي المطاريد في الجبل؟ ما انا معرفش برضو يا عم جنيم، دماغك دي هتودينا لغايه فين؟ امسكي. مش عايزه. بقول لك ايه؟ كفايه. انت لازم تاخدي الحبايه، انت فاهمه؟ لازم تفوق يا كارما، لازم تفوق. ابدا، ناوي اعمل له كونسلتو من اكبر دكاتره في مصر واخليهم يقرروا اللي فيه مصلحته. انت حره طبعا، بس انت عارفه ان ابوك حاجه زي دي ممكن تخلي رد فعله يكون في منتهى العنف. اللي يحب لعبه زي دي لا يمكن يعرف يستغنى عنها، وانا عمري ما استغنى عنها. عشان كده كل قضيه بمسكها بتبقى بالنسبه لي جيم شطرنج. ده على كده شغلك انت بتعمله بمزاج عالي، بستمتع بيه جدا، وكل قضيه غير التانيه. ساعات تقابل واحد هاوي حركه والتانيه وتخلص منه، ساعات تقابل واحد غشيم تطمعه باكله والتانيه يكشف لك الملك وبرضه تخلص منه. انا ما بحبش لعب المبتدئين، نهار ما احب العب لازم العب مع واحد واقف معايا على نفس السلمه، يكون محترف عشان نحترم ذكاء بعض والدور يفضل شغال ولغايه ما يخلص. انت ما تعرفش مين اللي هيكسب، انت ولا هو. انت عارف انا لعبت جيمات صعبه كتير قوي وكسبتها كلها، ما لقيتش لحد دلوقتي اللي يقف قصادي. يا باشا تلاقيك بتلعب مع حد من العساكر بتوعك، قصدي يعني ما لقيتش حد على نفس السلمه عشان يقف قصادك. لو ظني في محله يبقى اللي المفروض ألعبه قاعد قصادي دلوقتي. قصدك يعني على لعبة الشطرنج؟ وما نلعب. أنا الشطرنج ده يا باشا أفهمت ومزاجي، من صغري عمري ما خسرت دور. أما بقى لو حضرتك تقصد لعب من نوع تاني فهيبقى باين، لأن أنا ماليش في حاجة، أنا راجل ماشي في السليم وجنب الحيط. العب يا باشا. متخافش يا فتحي، أنا مش جاي أتهمك بحاجة، أنا بس لما عزمتك عندي في المديرية أنت ما كنتش عارف تتكلم براحتك، فقلت أجيلك لحد بيتك بنفسي عشان نتكلم براحتك راجل لراجل. وادي جيت ونورت وشرفت، اتفضل. أنا عايز أتكلم معاك بشكل غير رسمي. يا لعبك يا باشا. يعني إيه بقى بشكل غير رسمي؟ يعني أي حاجة أنت هتقولها مش هاخدها عليك، وأي حاجة أنا هقولها ما تحاسبنيش عليها. انت عارف يا باشا في نقلات كده بتخلي الواحد يلف حوالين نفسه، مبقاش فاهم يعني. فارد توضح. انت فعلا كلامك متظبط ومفيش اي حاجه عليك لحد دلوقتي، انت في السليم. امال حضرتك حارق بنزين وجاي لغايه عندي ليه؟ لسببين. الاولاني. السبب الاولاني عايزك تبقى فاهم ومتاكد ان اللي حصل معاك في المديريه ده ما كانش باوامرنا. جلت منك دي يا باشا. عشان سمعتك بودني وانت بتقول للظباط اللي تحت منك لينوا دماغه. لينوا دماغه يعني هتوه، هددوه، اضغطوا عليه، مش ضرب وتعذيب. عمر الضرب والتعذيب ما كان اسلوبي في الشغل، بس للاسف واحد من الظباط اللي معايا فاهم الاوامر غلط، وانا عموما اتصرفت معاه. بص يا باشا، انا شايف طريقه لعبك، طريقه لعبك نظيفه وانت ظابط شاطر ومالكش في السكة دي. بالظبط، سكة الضرب والتعذيب دي سكة العجز، سكة الضابط اللي مش عارف يثبت التهمة على المتهم. ودي الحاجة التانية اللي أنا جاي عشان أقولك عليها. اللي هي؟ اللي هي إني مش هسيبك يا فتحي، هفضل وراك لحد ما أجيبك أنت والتشكيل العصابي اللي معاك، بس مش بالضرب والتعذيب، بأدلة وبراهين وإثباتات. هثبت عليكم كل الجرائم اللي أنتوا عملتوها، سرقة، سطو مسلح، أكل، لأني عارف ومتأكد إن أنت اللي ورا الجرائم دي كلها. مش قادر تثبت حاجة. بالظبط، بس مش ههدى غير لما أشوفك أنت ورجالتك في السجن ورا القضبان.
أو متعلقين على حبل المشنقة وبالقلب. يا ده انت مالي ايدك قوي يا باشا ومليان مني قوي. بس بما اننا اتفقنا ان احنا نحترم ذكاء بعض، لو نقلت نقلة غلط اسمح لي يعني اديك نصيحة. في الحاجات اللي زي دي ما ينفعش الاحساس خالص. في الحاجات اللي زي دي عايزة ادلة ملموسة وبراهين وتحقيقات عشان خاطر تعرف تثبت التهمة على المتهم. في دي عندك حق. صحيح مفيش أدلة ملموسة وتحقيقات وبراهين، بس في شبهات في حكايات. الحكايات. بتعرف يا باشا أنا طول عمري بحب أسمع حدودة قبل النوم، وزي ما أنت شايف كده أنا قاعد لوحدي وما بصدق كل فين وفين يجي لي حد يحكي معايا كده ويونسني. طب إيه رأيك أحكي لك حكاية؟ يا ريت. هحكي لك حكاية كمبيوتر سوبرمان كده مدوخنا، كل شوية يتفتح تحصل مصيبة وبعدين يتقفل. الكمبيوتر ده اتفتح وكان بيدور على نمرة واحد ولقوه في المقابر. طبعا احنا كبسنا على المقابر، لقينا ايه؟ لقينا سيادتك واقف بمنتهى البراءة بتقرأ الفاتحة على روح جنبك. ايوه فاكر، وحضرتك دخلت عزتني بمنتهى البراءة برضه. ايوه، وقضيناها بقى عزة على روح جيرانك مش كده؟ الواجب واجب يا باشا، بس انا ليه عتاب عندي سعادتك. خير يا فتح، اوعى تقولي عشان ما روحتش معاك الخارج. لا شكر الله وساعيك، بس عتابي عليك عشان سبتني في المديريه مع ضباط صحابك يظبطوني، وحضرتك خرجت تسهر مع المدام. وهم ما صدقوا عملوا معاك الواجب بزياده مش كده؟ ايه رايك بقى في الحكايه دي؟ دي حدوته حلوه وملتوت. انا احب الحكايه الحلوه، ومن كتر حلاوتها خلتني اركز معاك. والله انا لو منك هعمل كده يا باشا. ما تيجي نبدل الاماكن يا باشا، يعني انت تبقى فتح المشتبه فيه مع حفظ المقامات يعني، وانا طارق باشا. عارف انت لو قعدت تحلف لي على الميه تجمد او من هنا لمئة سنه قدام انك في السليم برضه مش هسيبك. شفت ازاي انا عندي حق؟ والله انا اشعرت من كتر ما صدقت. بس الحقيقه غير كده خالص خالص. انا راجل فعلا مستعد احلف لك على الميه تجمد ومن هنا لغايه السنه الجايه ان انا ماشي في السليم. لا انت بجد ظريف قوي فتحي. صدق ان انت هتصعب عليا لما اشوفك متعلق على حبل المشنقه، بس ما تقلقش انا هعرف انت اتدفنت فين واجي اعمل معاك الواجب واقرا لك الفاتحه. بس الفاتحه بجد، مش زي الفاتحه الامريكاني اللي انت كنت بتقراها. الاعمار بيد الله يا باشا، ومحدش عارف مين يومه هيجي قبل مين، بس ربنا يديك الف عمر على عمرك. لو انت سبقتني انا اللي هاجي اقرا لك الفاتحه. عارف ليه؟ عشان انت النهارده اول مره تضحكني من قلبي من سنين. والله وانا كمان يا فتحي، انا كمان اول مره اضحك كده من زمان. عشان كده هنشوف بعض كتير عشان نضحك سوا. طيب فرصه سعيده يا باشا، وعموما عجل عربيتك عارف طريق بيتي، يعني تيجي تنور في اي وقت. هيحصل يا فتحي هيحصل، بس انت مش هتشوفني في بيتك بس، انا هنط لك في كل حته لاني هعد عليك انفاسك. يا وانت مراتي. معلش يا باشا الافيه تحكم، اصل كده خانقه قوي. الخانقه دي مش هتفك غير لما اوصل للي انا عاوزه. بس انت بقى اوعى تخاف وتعتزل بدري، اوعى تسيب الجيم في اوله، ده الجيم سخن. عمري ما ابتديت جيم وانسحبت منه. انا متعود على المكسب يا باشا، الشطرنج ده بالنسبه لي مش لعبه عاديه، ده لعبه حياه او موت. عشان كده عمري ما خسرت ومش ناوي اخسر ابدا. هيبان يا فتحي، كله هيبان. هسيبك انا بقى دلوقتي عشان عندي شغل في المديريه. اتفضل انست. كارما Thank you.
يبرعوك يا فتحي ولا لا؟ يا باشا انا مش متجوز، بس دي بره الجيم خالص يا باشا. مفهوم يا فتحي؟ مفهوم. هو في ايه يا فتحي؟ مفيش. امال مين اللي معاك بره ده؟ ده طارق. طارق مين؟ ده ضابط بوليس وصاحبي. المهم انت عند ايه دلوقتي؟ تعبنا قوي يا فتحي، تعبنا، مش عارف اعمل ايه. عشان خاطري ما تسيبنيش، عشان خاطري ما تسيبنيش، انا عايزاك جنبي. ايوه باشا، بس الموضوع ده مش سهل. مفيش حاجه صعبه ابدا قدام الفلوس يا مختار. انا عايزك تروح المستشفى تدور على اي حد ينفع يساعدنا تظبطه. عايزين تقرير كامل عن حاله عامر الديب الصحيه. يا سلام بقى مختار لو في شويه اشعاعات وتحاليل بتقول ان الحاله متدهوره على الاخر. احاول ساعدك. انت معاك ميزانيه مفتوحه، اي حد تحس انه يقدر يساعدنا راضي على الاخر. المهم الحاجة دي تبقى عندي في أسرع وقت ممكن. حاضر يا باشا، إن شاء الله من النهاردة هبدأ أشتغل على الموضوع ده وهتابع سعادتك بالأخبار أول بأول. أهم حاجة كمان مش عايزين قلق ولا شوشرة، مش عايز عامر الديب يحس إن إحنا بننخر وراه، لأن لو حس هيعمل لنا مشاكل كبيرة أوي وهيورطنا. يا باشا اطمن، بعون الله الموضوع يخلص من غير لا قلق ولا شوشرة. وعايز ألفت نظر سعادتك لحاجة، إحنا لو لقينا الحد اللي هيساعدنا من مصلحته هو ان ميبقاش فيه لا قلق ولا شوشره، على الاقل عشان ياخد مصلحته ويطلع بالسبوبه. صح صح يا مخ، والله بقيت تعرف تفكر. اعمل حسابك لو خلصت اللي انا عايزه هيبقى لك مكافاه كبيره قوي. يا باشا انا دراع سعادتك اليمين ولحم كتافي من خيرك. ماشي يا عم الاصيل. عارف لو العمليه دي اتنفذت صح يا مختار هنتبغدد بغداده ما حلمناش بيها. بعون الله يا باشا الموضوع يخلص زي ما سعادتك عايز واحسن كمان. انا متاكد من كده يا مختار. خد بقى دول وانطلق. تحت امر سعادتك. يلا. الو خواجه نسي، أنا نورهان عامر. الله يخليك، ميرسي. الحمد لله بابا بخير. كنت عايزة أقابلك،
لا لا لا، يا ريت ما يكونش في المحل عندك، ممكن نتقابل بره، يعني موضوع يخصني. هتعرف لما اشوفك. طبعا عارفة. طيب اوكي، هكون عندك في الميعاد. خواجة نسيم، من فضلك الموضوع اللي انا كنت عايزاك فيه موضوع يخصني انا، فياريت بابا ما يعرفش ولا اي حد تاني. اشكرك، مش عارفه اشكرك ازاي. ميرسي ميرسي قوي، مع السلامه. ايه رأي حضرتك في الحالة؟ والله يا نور هانم، انا مش عارف كل حضرتك ايه. عامر بيه غالي علينا كلنا وصحته تهمنا، غير انه من اكبر المستثمرين في المستشفى وكلنا هنا في خدمته. طيب يبقى ايه المشكلة بقى؟ الحقيقة المشكلة مش في تجهيز كونسولت على اعلى مستوى، بالعكس دي مسألة سهلة جدا. انا اللي قلقني رد فعل عامر بيه على موضوع زي ده. انا عارفه كويس قوي بابا عنيد قد ايه، وللاسف يا دكتور مش مقدر خالص لخطوره حالته الصحيه، عشان كده لازم يعمل العمليه، وانا هفهمه ان ده بناء على رغبتي. انا متاكده انه هيقدر لحضرتك نبل اخلاقك. خلاص يا نور هنا، انا تحت امرك. انا هجهز فريق طبي على اعلى مستوى وهكلم حضرتك نرتب الميعاد اللي هنكشف فيه على عامر. انا مش عارفه اشكرك ازاي يا دكتور. لا شكر على وجهك. كده هنتظر تليفون حضرتك لتحديد ميعاد العمليه. باذن الله يومين ثلاثه بالكتير وهتصل بحضرتك. ميرسي ميرسي قوي. تحت امرك يا نور. محاسن الصدف. تفضل. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. من فضلك عايز اعمل تشيك اب. هو حضرتك بتشتكي من حاجه معينه؟ لا خالص، بس انا متعود كل سنه بعمل كده من باب الاطمئنان بس يعني. تحت امر حضرتك. تفضل املى الابلكيشن ده. شكرا. معقوله؟ معقول اللي انت بتقوليه ده نورهان هانم؟ ومش معقول ليه خواجة؟ نورهان عامر الدين بتبيع المجوهرات بتاعتها؟ الدنيا حصل فيها ايه؟ شوف يا خواجة، دي حاجة تخصني، ما تخلينيش اندم ان انا كلمتك. انا قلت انت اولى وهتوفر عليا وقت ومجهود، وبعدين الحاجات دي غالية قوي، مش بس في قيمتها المادية، في الصنعة بتاعتها، يعني محدش هيفهمها غيرك، لان احنا شاريين معظمها من عندك. ويا ترى عامر بيه يعرف الموضوع ده؟ لا بابا ما يعرفش، وارجوك يا خواجه تخلي الموضوع ده سر بيننا. مش عارف اقول لك ايه، انا اخاف عامر بيه يعرف من بره يزعل مني. وانت عارفه عامر بيه ده عشره عمر وافضله عليا كتير. عندك حق، بس اطمن خالص بابا بره الموضوع نهائي. امر لله، ما انا ما اقدرش اسيبك تروح لحد تاني ما يقدرش قيمه الحاجه او ينصب عليك. انا مش عارفه اقول لك ايه، بس ميرسي قوي على نبل اخلاقك، مش عارفه اشكرك ازاي فعلا. زي ما قلت لكم، اللعب معاهم من هنا ورايح على المكشوف، كل حاجه على عينك يا تاجر. ايوه بس كده هياخدوا بالهم وهيوقفوا عملياتهم وهيصعبوا علينا مهمه القبض عليهم. ياخدوا بالهم جايز، يوقفوا عملياتهم مستحيل. الناس دي بتعمل عمليات كبيرة قوي وبتكسب من وراها أرقام فلكية، إن هما يوقفوا عملياتهم بسهولة كده لهيك. ده غير بقى إن اللي اسمه فتحي ده شكله واثق قوي من نفسه وعنيد جدا، ولا النهارده استفزيته لدرجة إنه هيلعب معانا للآخر مهما حصل. بقولك يا شريف، أنا عايزك تعمل لي تحريات كويسة قوي على موضوع المقاول ده. عايز أعرف فتحي كان رايح يدور على مين هناك. إحساسي بيقول لي إن غنيم هو اللي كان مستخبي هناك، وفتحي كان رايح يخلص عليه. ما هو بقى كارت محروق بالنسبة له،
وخصوصا بعد اللي عمله مع مرات اخوه. تصدق يا فندم انت معاك حق، وانا هشتغل على النقطه دي بنفسي من بكره. ساره، وانا عند فتحي شفت بنت كده معرفش هي مين، بس اسمها كارما. كارما دي بقى عايزك تجيبي لي اصلها وفصلها، وايه علاقتها بفتحي بالظبط؟ تمام يا فندم. معتز يا فندم، جهزت خطه المراقبه البديله؟ الخطه جاهزه للتنفيذ يا فندم، بس انا شايف بعد حكايه اللعب على المكشوف ان اي خطه مهما كانت محكمه مش هتجيب نتيجه. بلاش قرارات متسرعه يا معتز، احنا نعمل شغلنا وبعد كده نشوف ايه اللي هيحصل. نفذ انت بس الخطه وبهدوء، بلاش التهور اللي انت بتعود عليه، ونشوف هتجيب نتيجه ولا لا. امرك يا طارق بيه. عايز تقارير يوميه عن التحريات اللي هتتم في المقابر، والبنت اللي شفتها عند فتحي، وحركه المجموعه نفر نفر، وخصوصا فتحي. مفهوم يا سلزة؟ مفهوم. تمام سعد، اتفضل. دخلت عليهم دخل امريكاني بموضوع التشيك اب ده، وتعرفت على ناس كتير منهم في المستشفى. المهم لقيت حد تتفاهم معاه؟ جسيت نبض كذا واحد فيهم، لقيتهم سايقين لي في دور الامانه والشرف. قعدت انخور لحد ما وصلت لواحد شغال في معمل التحاليل، ده بقى عنده استعداد يباع ابوه عشان الفلوس. حلو قوي. وخلصت معاه؟ ضارب في العالي قوي. طالب 20,000 جنيه. 20,000 جنيه ليه؟ هو هيبيع لنا اسرار الذره؟ يا باشا بيقول ان الحكايه معقربه وفيها خطوره، لانها تخص عامر بيت دي باكبر مساهم في المستشفى، ولو اتعرف ان تقريره الطبيه اتسربت الدنيا هتتقلب، واحتمال يبقى فيها قطع عيش للراجل ده. يعني ما عرفتش تهز الرقم ده شويه؟ يا باشا ده كان طالب اكتر من كده بكتير. ال 20,000 دول اخر اتفاق وصلت معاه فيه. يلا مش مهم، المصلحه اللي هتطلع من ورا التقارير دي تستاهل اكتر من كده بكتير. يعني خلص معاه؟ خلص يا مختار، كلمه قول له يجهز بالتقارير والاشاعات، يسلمهم ويستلم ال 20,000 جنيه. البركة سعد. ايه ده حاتم؟ فين كارما يا علا؟ معرفش. انت اقرب واحدة ليها واكيد عارفة هي فين. ده هي حتى ما جاتش الشغل النهاردة، انت عارف انا قلقانة عليها جدا، تليفوناتها كلها مقفولة، وكنت بفكر حتى عدى عليها النهاردة. انا رحت لها البيت كذا مرة ما لقيتهاش، اكيد مع الجدع اللي اسمه فتحي ده. اخ بس لو اعرف وداها فين. ما هو انا لو كنت اعرف كنت قلت لك اكيد يعني. علا ايه يا حاتم في ايه؟ انا مش عارف اقول لك ايه بصراحة، بس انا امبارح وانا مروح طلعوا عليا ناس سبتوني واخدوا كل الفلوس اللي معايا، وبصراحه عليا فلوس لازم ادفعها النهارده، قلت عارفه الحاجات دي ما تستناش، بس والله اول ما كارما تظهر هخليها تديك الفلوس على طول. إيه لا عادي طبعا ولا يهمك. بص هما دول كل اللي معايا، مش عارفه بصراحه اذا هيكفوا ولا لا. حلوين حلوين. معلش انا مضطر امشي دلوقتي، بس لو سمحت لو كارما ظهرت خليها تكلمني ضروري، عشان انا هتجنن عليها. حاضر على طول. سلام. سلام. سلاحك يا سيد. اتخلع مغنيه. اتربى في عزك. ريل. انت مال ايدك يا عم غنيم من الموضوع ده ولا؟ ان شاء الله نرجع محملين بايشي وشويات. ايشي وشويات؟ ليه؟ هنسرق مغارة علي بابا؟ لا وانت الصادق، مغارة علي ماما. يلا يا رجالة.
مساء الفل يا رجاله. مساء الفل يا تاح. مساء القشطه يا تاح. قمر الدين. يا ريت. شكلك اتحينت وهترش علينا. هي شكلها من الاول كانت عمليه مشمومه. بس الحمد لله عدت على خير. الحمد لله انها خلصت على قد كده. هي كانت تبقى خلصت بجد لو كنت رجعت من دفن دغنين يا فتحي. الواد ده مش عايز يموت يا فتحي. صبعت الروح. انا خايف لاعمل لنا مشاكل بعد كده. عشان كده لازم كل واحد فينا عينيه تبقى في وسط راسه ويأمن نفسه كويس. الواد غنام ده واد مجنون وغدار. يعني لو اي حد فينا غفل عنه هيلاقيه فوق دماغه وساعتها مش هيرحمه. ادفع عمري كله قبله وخلص منه القديم والجديد. تبقاش غشيم يا اكرم. احنا لازم نبعد عنه ونتقي شره لغايه ما هو اللي هيجي تحت درسنا وساعتها هفرومه وهخلص منه واخلص الناس من شره. بقولك يا تاح، غنيم لا يعرفني ولا يعرف خلقتي. تعرفني سكته وانا رايحكم من خلقته خالص. نعرف اراضيه الاول يا عدوي، بعد كده يبقى حلها حلالي. بقولك يا فتحي، غنيم وهنعرف نحرص منه لحد ما نصطاده. بس المشكله في البوليس اللي فتح عينيه علينا. هيغمضها عنا تاني ازاي؟ دي انت عندك حق يا فتحي، بالذات الضابط اللي اسمه طارق ده ضابط رقم ومش سهل. مش سهل خالص انه يغمض عينيه عننا. انا مش فاهم احنا بنحكي فيه يا جماعه. احنا مش قلنا هنختفي لحد ما الدنيا تهدى؟ عندك حق. طب لنفترض واحنا مختفيين كده جات لنا شغلانه وحلوه وزي الفل، هنعمل ايه فيها؟ هنرفضها؟ وانا سكرت ولا ما بقتش فاهمك ولا ايه يا عم فتحي؟ ما ترسينا يا عم، انت في دماغك ايه؟ ده اللي انت ضامنه يا فتحي؟ هو سراج قال لك على عمليه جديده ولا ايه؟ انا اللي في دماغي حاجه تانية. سراج ما قاليش على عمليه جديده ولا حاجه. انا اللي في دماغي سؤال عمال يتكرر في دماغي مش ليه الاجابه، فهقوله لكم. يا ريت لو واحد فيكم عنده اجابه يقولها لي. سؤال يا فتحي، لو حرصنا وكنينا زي ما انتوا بتقولوا وجات لنا عمليه فيها مصلحه كبيره نعمل ايه؟ نرفضها؟ نخترع اي حجه عشان ما نقبلهاش؟ ولا نعتزل اللعبه خالص؟ انتوا عارفين اللي بيخرج من اللعبه بتاعتنا دي بيجرى له ايه؟ صراحة كده أنا ما بقتش فاهم حاجة خالص. أنا أفهمك يا عدم، إحنا بنشتغل مع ناس ما بترحمش. أرخص حاجة عندهم البني آدم، وأول حاجة بيفكروا فيها يصفوا اللي قدامهم. لو إحنا كنينا زي ما أنتوا بتقولوا والناس دي عرضت علينا شغل ورفضناه، الناس دي هتقلق وهتخاف مننا، بالذات ان احنا عارفين عنهم كل حاجة. طول ما احنا في مركب واحدة احنا كلنا في امان. لكن لو فكرنا ان احنا ننط من المركب دي ساعتها مش هيسيبونا ابدا نعدل البر التاني. بالعكس، ده كل هدفهم انهم ساعتها يغرقونا عشان ما يطلع لنا شعس. يعني لو جت عملية جديدة لازم نعملها عشان ما ينفعش نقول لا، عشان ما نروحش في 60 داهية. بالظبط كده يا تربو. عموما أنا هحاول أنيم سراج على قد ما أقدر، بالذات كمان إن هو فاهم إن أنا متضايق وزعلان من موضوع الواد غنيم ده، وهي برضه فرصة عشان نكسب شوية وقت لو جاب لنا شغلانة جديدة ولا حاجة.
طب ما تقول لسراج يا فتحي ان البوليس مركز معانا، خليه يفكوا مننا شويه. ده رايي يا اكرم، انت فكرت ولا ايه؟ عايزنا اروح اقول لسراج ان احنا خلاص بقينا كارت محروق بالنسبه له؟ ده مش هيقلقه بس، ده هيرعبه مننا وهيرعب الناس اللي معاه، وساعتها بدل ما هم اللي بيدونا شغل هيدوروا على ناس عشان خاطر يخلصوا علينا، ونبقى احنا ساعتها شغلهم، وكل ده عشان لو وقعنا ما نجيبش سيرتهم في حاجه. فهمت اكرم؟ يعني لو في عمليه فتحي يقدر يماطل شويه، لكن في الاخر لازم العمليه تتعمل، بس بطريقه مختلفه خالص عن اي عمليه عملناها قبل كده، لان الكل هيبقى مفتح عيني علينا قد كده من اول المعاينه لغايه التنفيذ والتسليم والتسلم. كل الناس هتبقى مستنيه لنا غلطه. ولازمتها ايه الشغلانه اللي هيبقى فيها مشاكل ما نسيبنا منها؟ هي الدنيا كده عدوي، محدش بياكلها بالسهل. اه والله تربو فعلا، محدش بياكلها بالسهل خالص. بقول لكم ايه، بلاش نقدر البلاء بوقوعه. انا قلت امهد لكم بس ان احنا داخلين على الصعب. دلوقتي بقى كل واحد ياخد له قرشين يشبرق نفسه بيهم لغاية ما نشوف اللي جاي، وبناء عليه هنتصرف على أساسه. ما تخافش ضرر.